الأكل أنا عملته وهو لسه سخن وهو لسه بيلسع، لو مش هيتاكل دلوقتي يتشال في التلاجة. حتى هو سخن ما تقولش التلاجة هتبوظ، مش هتبوظ، خافش مادام مش بيطلع دخان ولسه بيغلي هيتشال من التلاجة مش هتبوظ. ما سيبهوش يبرد، لو قعد ساعة في درجة حرارة باردة خلاص الأكل ده يعني بالكتير هيتاكل، لكن ما ينفعش تشيله تاني يوم في التلاجة. لو قعد 4 ساعات برا التلاجة خلاص لا يتاكل ولا يتشال في التلاجة، ارمي. تمام. التسمم يعني احنا نعرف حالات، اعرفهم شخصيا، حالات حصل لهم وفاة بسبب ان سابوا فول برا التلاجة بال 12 ساعة ومكرونة وما تلحقوش واكلوها وما كانش في اي حتى لو في الشتاء والجو برد وكده. حتى لو في الشتاء والجو برد. تمام. بنحفظهم في التلاجة ازاي؟ متغطيين، حطهم في التلاجة متغطيين. بعزل بقى، بحط الاكل المستوي والخضار الطازه اللي هو جاهز على التقديم على طول بقى فوق في الرف اللي فوق متغطي، والاكل الني تحت او لو حاجه لحوم نيه او كده تحت، وطبعا الخضار والفاكهه اللي مش مغسولين في الدرج تحت. انا كده بعزل بينهم علشان ما يحصلش، احنا عارفين الهواء في التلاجة بيلف. المهم حضرتك بنتعود نغطي الحاجه، نتعود نغطي الحاجه يعني نحطها في ممكن يعني في ناس بتجيب اللي هي الاستريتش ده يتغطي بيه. اوكي، لو ما فيش استرتش بس على الاقل غطا او حاجه، الباب غطا. البيض تحط في علبه جوه التلاجة مش في باب التلاجة. التلاجة البيض لو سبته بره، بص يعني هيفسد بسرعه. البيض هيفسد بسرعه، هو عند الراجل بيبقى بره يعني بس ما بيقعدش كتير بره. هيفسد بسرعه جوه التلاجة، ممكن يقعد بـ3 اسابيع. البيض بيتحط في علبه متغطيه جوه التلاجة مش في باب التلاجة. اشمعنى يعني؟ عشان المفروض حفظ الاكل السليم بيبقى في الحراره من 8 ل 4 درجات مئويه. من 8 ل 4 من 8 ل 4 باب التلاجة لو حطيت فيه ترمومتر هلاقيه 10. فده غير مؤهل لحفظ اكل. تمام. البيض جوه ومتغطي. تمام. البيض بالذات كمان من الحاجات اللي ممكن يحصل فيها تسمم عشان فيها سالمونيلا. ممكن يبقى فيها بكتيريا سالمونيلا، فلازم تتغسل. اما اجي انقيها من عند الراجل تبقى البيضه نظيفه ما عليهاش فضلات فراخ. عليهاش فضلات فراخ؟ طب لو عليها فضلات بغسل البيضه مثلا قبل ما استخدمها؟ قبل ما استخدمها على طول مباشره، ما اشيلهاش في الثلاجه مغسوله. انا فاهم. لان لو شلتها في الثلاجه مغسوله البكتيريا هتخش جواها من القشره. فبغسلها قبل ما اكلها. ايه من الحاجات الثانيه فيها نفس البكتيريا دي؟ البيضه على فكره كمان لازم اسويها كويس جدا، بلاش العيون، بلاش البريست، بلاش النيه. لازم تتسوى كويس جدا جدا، تمام، عشان لو فيها اي حاجه. السالمونيلا لا مش موجوده غير تقريبا بتبقى في بيض الفراخ على قشره البيض، وممكن في الفراخ نفسها، بس هي طبعا احنا الفراخ بنطبخها كويس يعني فبتموت بالحراره يعني. الاكل لازم يتطبخ كويس جدا، ما فيش حاجه اسمها نص سوى. نص سوى ده في اللحوم بتجيب حاجات قد كده يعني، بتجيب مشاكل قد كده. طب ده يعني الناس بره مصر متعوده يقول له اللحمه سوى، وده غلط. ميديم. ايوه، وده غلط جدا طبعا. مستويه من بره لكن من جوه نيه، لان انت بتسخن من بره، في بكتيريا عايشه بره بتهرب بقى على جوه، ما هو من جوه ما وصلتش لنفس درجه الحراره فتروح هربانه على جوه وتتضاعف بقى جوه. طب اللحوم اللي هي اللحوم المحفوظه، المرتديلا واللانشونات واللي ما اعرفش ايه والحاجات دي بقى اصلا ممنوعه عالميا بقى، يعني دي مش ما تتاكلش اصلا. ليه بس يا دكتوره؟ اولا فيها مواد حافظه، الوان صناعي وطعم صناعي، دي لحوم مصنعه، فدي اتمنعت عالميا خلاص في كل حته، والسجق والهمبرجر واللانشون والكلام ده اتمنع خلاص في كل حته. اعملها انا في البيت بقى، في طرق بقى بعمل بيها اللانشون في البيت والهمبرجر والوصفات كتير والنت مليان يعني. ما احطش بقى فيها حاجه صناعي. تمام. ال ال الحفظ المكسرات، مكسرات من الحاجات الخطيره جدا، بس التسمم بتاعها بيحصل بعد ممكن سنين مش في وقتها. ازاي بقى؟ المكسرات بتكون ماده ممكن اسمها افلاتوكسين. افلاتوكسين ده مادة الجسم ما بيعرفش يتخلص منها، بتدخل تترسب في الكبد تعمل سرطان كبد. يا ساتر. بس ممكن بعد سنين مش في وقتها. فالمكسرات يعني ازاي انا المكسرات بنسيبها بره؟ اهم حاجه ماشي سيبها بره، ما تسيبهاش في جو رطب يعني، ما تسيبهاش مثلا في المطبخ جنب البوتاجاز ويبقى طالع عليها بخار ميه وكلام من ده. لو هتحطها في ثلاجه تبقى حطيتها متغطيه. لا مش في ثلاجه، بتحط مثلا في علبه وتبقى مثلا بس في الصاله مش عارف لو ايه. لقيتها طريه ارميها، ما تقوحش وتقول هاكلها.